الآن المنطقة فقط تستورد من تركيا ويمكن التصدير عن طريق تركيا، وهذا الأمر يعني بضعف من الحركة التجارية كثير في المنطقة المحررة. ولكن إذا قارنا هذه المواد الاقتصادية مع واقعنا في المنطقة المحررة، نجد أن الكثير من هذه الموارد نفقدها كمنطقة محررة، ولذلك أيضا إعادة بناء الملف الاقتصادي في المنطقة يعاني من صعوبة ويعاني من شح للموارد. وكانت الدراسة آنذاك أن يتم التعامل بسلة من العملات في المنطقة المحررة، والحل الأفضل للأمانة عندما يكون هناك سيادة للدولة واعتراف، ممكن أن تطلق أيضا عملة محلية تعتمد على اقتصادها بالدرجة الأولى وتعاملاتها. نحن الآن في المنطقة المحررة منطقة مستهلكة بامتياز، منطقة استهلاكية بامتياز، نستورد معظم المنتجات من خارج المنطقة المحررة وتستهلك المنطقة عنا، وبالتالي عنا الميزان التجاري عاجز بقوة